طبعا مش كل اسلوب تعليم للكلب لازم تديله الامر بالبق، لا، في كلاب بتبقى ما شاء الله ذكية فممكن تتعامل معاها باسلوب الاشارة، بس ده بيبقى محتاج كلب متقدم في الذكاء، بيبقى عالي الذكاء. فانا ده اللي انا بحاول ان انا ان شاء الله رب العالمين ابتدي اتعامل بيه مع سيزر، يعني بحاول ان انا اتعامل معاه بلغة الاشارة بحيث ان انا مش شرط اتكلم معاه، لا، ممكن يحاول يفهمني بالاشارة انا اطلب ايه. يعني انا مثلا هعمل كده، سيزر جالي اهو زي ما حضراتكم شايفين، مش شرط ان انا اناديله عشان ان هو يجي لي، لا، انا ممكن اتعامل معاه بلغة الاشارة. وممكن نحاول نجربها تاني كده، سيزر تعالى اقعد، قعد موجود اهو في مكانه، جود بوي جود بوي. زي ما حضراتكم شفتوا دي حاجة جديدة بالنسبة لسيزر، بحاول أعلمه لغة الإشارة، بس طبعا مش كل كلب هيفهم حاجة زي كده، دي بتعتمد على كلب ما شاء الله نسبة ذكائه تكون عليها. أشوفكم على خير، السلام عليكم.